ضيفي النهارده في واحد من الناس، فنان رائع وانسان جميل ورقيق. وعايز اقول لكم ان الراجل ده انا بعتبره مش بس من افضل الفنانين فنا، عشان خاطر مثلا عمل من افضل مسلسلات في رمضان السنه اللي فاتت لعبه ابليس، لا هو كمان على المستوى الشخصي هو صديقي وقريب الى قلبي جدا، واللي يعرفه يعرف انه انسان متدين جدا بتاع ربنا جدا، ويعني ما عندوش الانا، ولما انا بطلبه في اي عمل لوجه الله في الخير بيكون دايما متحمس ليه. انا بتكلم على الفنان الكبير يوسف الشريف. يوسف الشريف انا كلمته لما عرفت ان في ازمه كبيره جدا في معهد الكبد، وعرفت ان هم عندهم مشاكل في اجراء العمليات في معهد الكبد، وعرفت ان في حالات مرضية محتاجة زرع كبد بتروح لكن ما عندهاش 50,000 جنيه تدفعها عشان خاطر تعمل عملية زرع كبد، والراجل يقول لك 50,000 جنيه بيه، العيال اولى بيهم، انا موت وهم ياخدوهم. عشان كده لما بلغونا وكلمونا المسؤولين في معهد الكبد، قلت ليوسف تعالى معايا نروح نعمل حملة ندعو فيها الناس للتبرع لصالح معهد الكبد. ومعهد الكبد بيعالج جميع مرضى الكبد في مصر بالمجان. يوسف شريف جاء معايا في جولة إنسانية بحتة في سبيل الدعوة لدعم معهد الكبد في مصر. تعالوا معايا نلتقي مع الفنان الكبير يوسف شريف في واحد من الناس، وجولة إنسانية داخل معهد الكبد. شاب وسيم ملامحه مصرية، يتميز بذكاء شديد وجسم رياضي وموهبة فنية رائعة، حقق جماهيرية واسعة من أول ظهور له على الشاشة. هو الفنان الشاب يوسف الشريف. تفضل يوسف. الناس اللي معايا راحوا فين؟ يوسف الشريف من مواليد عام 1978، واسمه الحقيقي محمد اسماعيل. درس الهندسة الميكانيكية بجامعة عين شمس وتخرج عام 2002، وكانت بدايته السينمائية في فيلم 7 ورقات كوتشينة. انت هتبيع ولا هتأجر؟ بيتهيألي أجرها الأول لغاية ما الاقي بيعة كويسة. أنا هأجرها لك لو في العراق. أنا متعلم، أنا خريج الفريتش كانسر. والله أنت باين عليك راجل طيب. ثم شارك في فيلم فتح عينيك وفيلم آخر الدنيا، ثم اختاره الفنان العالمي الراحل يوسف شاهين والمخرج الكبير خالد يوسف للمشاركة في فيلم هي فوضى. واحد اثنين ثلاثة. ودنك موسيقية؟ ما لودني بالرأس. ما الرأس إيقاع، والإيقاع محتاج ودن مشاركة، عشان كده هتعلمي الرأس بصراحة. حصل يوسف على أول بطولة مطلقة له في فيلمه العالمي الذي حقق فيه نجاحا كبيرا. ورغم نجاحه في السينما إلا أن الدراما التلفزيونية فتحت له أبواب النجومية والجماهيرية، فشارك بمسلسلات العميل 1001، السندريلا، وليالي، لكنه خطف القلوب بمسلسلاته الرمضانية وأبرزها المواطن اكس، ثم مسلسل رقم مجهول الذي حقق نجاحا كبيرا. اذا كان الناس بتثبت على الطريق وبتتخذ عربياتها ومحدش بيجيب العمل كده، هيجيبوا لي انا واحد حرامي حاول يسرق ومعرفش. ثم جسد دور محامي شاب يتورط في العديد من المشاكل في مسلسل اسم مؤقت، واستطاع بادائه ان يثير فضول المشاهدين من الدقيقة الاولى وحتى نهاية المسلسل. ده كنت خدت هالة ونزلت معها ووصلتها المانيا الباين. ايوه يا سيدي، وديتها لصاحبتها واتنقلت رحت المستوصف على قدري. فين في المانيال؟ انت هتروح لها؟ فين في المانيال؟ ثم جسد ولاول مره شخصيه ضابط شرطه كفيف في مسلسله الصياد الذي اثار جدلا واسعا مع بدايه عرضه. انا ميت، ما عنديش مشاعر ولا ادراك للقانون. قتلوني وخدوا مني كل حاجه ممكن اكون عايش عشانها. وفي رمضان الماضي خطف يوسف الشريف اهتمام الجمهور كالعادة بمسلسل لعبة إبليس، واحتل المسلسل المراكز الأولى في استطلاعات الرأي. عايزك تتخيل كده أنك مرة صحيت من النوم لقيت نفسك بدل ما أنت في شقة اسكندرية قاعد في القصر ده كله.
بس انا مش ساحر زيك يا ادهم. ويجهز يوسف الشريف حاليا لمسلسل القيصر لعرضه في رمضان المقبل، ليكون المسلسل الاكثر اثارة للفضول بعد نشر صورة للشخصية التي يجسدها الفنان يوسف الشريف في المسلسل. نجومية الفنان يوسف الشريف لم تنسه دوره تجاه مجتمعه من خلال مرافقته لبرنامج واحد من الناس في زيارة المرضى ودعم المحتاجين. الناس احنا متعودين دايما ان احنا نذهب الى الاماكن المحتاجة الى الدعم كي نقف بجانبها ندعمها ونطلب من الناس ان هم يشاركوا معنا بدعمها. النهاردة الحقيقة احنا موجودين امام المعهد القومي للكبد. المعهد القومي للكبد هو الجهة الوحيدة في مصر اللي بتعالج مرضى الكبد في مصر بالمجان دون اي مقابل. المعهد ده موجود في شارع القصر العيني في القاهرة، بيجيله من جميع أنحاء الجمهورية كافة المرضى اللي عندهم فيروس سي، اللي عندهم تليف في الكبد، اللي عندهم أمراض فيروسية في الكبد، اللي عندهم سرطان في الكبد، وبيجوا هنا عشان خاطر يتعالجوا. أولا المعهد هنا بيعاني، وعشان كده جات لنا دعوة من عميد المعهد الدكتور مجد الصرف إن احنا نيجي. والحقيقة ودايما عشان هو يعني فاعل خير ومحرض على الخير، وبخلاف ان هو نجم كبير والحقيقه انسان على المستوى الانساني صادق جدا، صادق في افعاله واقواله، عشان كده دايما بيلبي اي نداء واحد من الناس بيدعوه لي لعمل خير. عشان كده معايا النهارده الفنان الكبير يوسف الشريف اللي جاي معايا عشان نعمل حمله لصالح معهد الكبد القومي للفيروسات، عشان ندعو الناس ونحث الناس على التبرع ليه. انا بشكرك جدا على وجودك، وانا عارف انت اليومين دول مشغول، وكمان بهنيك على كل الجوائز وعلى جائزه احسن ممثل في رمضان اللي فات، وعايز اعرف يعني ايه اللي خلاك تيجي النهارده ويعني وتشارك معانا في حملتنا لصالح المعهد القومي للكبد. الاول يا دكتور بجد والله ومن غير مجامله انا اللي بشكرك، يعني انت دايما بتديني فرص زي دي، يعني الواحد يعني في الاخر بيحس انه بيتوج اي حاجه بيعملها في حياته هنا، يعني هنا 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 وما شابه، يعني سواء كانت الزياره دي سواء كانت الزياره اللي فاتت، هي دي الجايزه بتاعت الواحد، ان هو يعني تدي الواحد فرصه انه يكون له تاثير في مجتمعه. انت ليه تاثير؟ انك انت ليك مصداقيه وليك تقديرك عند الناس، لانك انت مصدق، لانك انت الحقيقه سلوكك بينطبق مع فكرك، وانت انسان جميل وطيب ونقي ومهذب ومحترم، فكل المقاومات موجوده فيك كفنان نموذج للفنانين اللي احنا نحب ان كل فنان جديد يحتذى بيه. والله يا دكتور بحس ان التاثير اللي بجد هنا التاثير الاكتر، يعني لو يعني النهارده يعني ربنا كرمنا ونجحنا ان شاء الله في سبب تواجدنا، يعني احنا النهارده احنا قلنا يعني ان شاء الله هنبعد عن السلبيات، يعني عاده والله اذا بلاقينا سلبيات يعني بنتكلم على 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 سبب سبب طبعا يعني طبعا باصين نظره طبعًا ايجابيه، مفيش مكان في السلبيات، لكن المهم ان يكون النوايا كلها طيبه، وانا واثق ان النوايا هنا طيبه جدا. احنا يعني موجودين لسبب واضح وصريح، احنا يعني كلنا ايجابيه وكلنا عشم في الشعب المصري، ويعني ندعوهم ان هم يعني يتحمسوا ويركزوا كده معانا، لان هنا احنا هنتعامل مع حالات حرجة وحالات يعني شفاء بإيد ربنا سبحانه وتعالى، بس يعني ربنا يبقى بينعم على الواحد لو جعله سبب في شفاء مريض أو في إحياء. خليني أديك بعض المعلومات أنا حبيت قبل أنت ما تيجي أخش أعرفها قبل ما نقابل المسؤولين عن المعهد. أولا المعهد ده يا جماعة عايز أقول لكم تاريخه إيه، ده أنشئ في عهد الملك فؤاد الأول سنة 1932 تحت اسم الأبحاث لطب البلاد الحارة، وبعدين انضم المعهد الى هيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه عام 79، وتم تغيير مسماه الى المعهد القومي لابحاث الكبد. هو فيه عيادات خارجيه لجميع امراض المتوطنه، هو بيعالج الامراض الخاصه بالكبد والبنكرياس والقنوات المراريه، هو هنا بيعمل عمليات زرع كبد، وكما تعلم ان زراعه الكبد في مصر اصبحت موجوده الان، يعني تحتاج الى متبرع والى انفاق.
الحقيقه انا اللي عرفت قبل انت ما تيجي ان المعهد تكلفه زراعه الكبد فيه 225 الف جنيه الحاله الواحده، لكن الحقيقه الدوله بتتحمل 175 الف تقريبا ما بين معهد الكبد نفسه ممثلين لوزاره الصحه، وفي جمعيه الكبد بتتبرع من مبلغ، والباقي 75 الف جنيه المريض بيدفعه. واكتشفت حاجه مؤلمه جدا، ان نسبه تقريبا ربع في المية، ربع في المية، يعني كل ألف واحد في واحد بس بيقدر يدفع مصاريف علاج اللي هم 70 ألف جنيه عشان يعمل عملية زرع كبد، والباقيين بيروحوا بيوتهم وللأسف بيموتوا. يعني بصراحة رقم صادم صح؟ صدمتك بده؟ يعني هو طبعا رقم صادم، وطبعا في حين ان احنا مش واخدين بالنا او عاملين نفسنا مش واخدين بالنا مكان زي ده، هيظل الرقم ده جايز كمان في ازديات. يعني في الاخر العمليه يعني هو الخبر كويس ان العمليه بتتعمل وبتتعمل بنسبه نجاح كويسه، يعني جايز كان الاول لازم مثلا تسافر بره او تعمل كده، انما طالما في مكان يتعمل فيه العمليه وطالما في خدمه طبيه كويسه، اللي بيوقف المريض في الاخر هو الفلوس. واحنا في الاخر برضو الدولة بتدعم بمبلغ كويس، بس بصراحة هو المبلغ بصراحة احنا جايين عشان الفلوس، احنا جايين النهارده انا ويوسف عشان ندعو الناس للتبرع للمعهد لصالح امراض زراعة الكبد، عشان كل واحد مش قادر يكمل المبلغ نكمل له احنا المبلغ. بصراحة انا صريح وبقول للناس كلها. مظبوط؟ مظبوط. المبلغ اللي فاضل مبلغ مش قليل، يعني المبلغ اللي فاضل المفروض يتحمله المريض مبلغ مش قليل. وبعدين مصاريف العلاج كمان، لأن في مصاريف علاج كتيرة جدا بيتحملوها المرضى ما عندهمش القدرة، التبرع بتاعنا ممكن يجيب يساهم معانا إن هم نتحمل احنا ثمن العلاج. ربنا يقدر يا رب. ربنا انت عايز تقولي حاجه قبل ما اخش جوه؟ بالنسبه لحضرتك حاضر هاجي لك. عليكم السلام. بالنسبه لحضرتك زراعه الكبد، انا عندي بنت اخويا نفس المشكله، بنتي زي القمر وعايزه تزرع كبد ومش قادرين يدفعوا بقيه الفلوس. معروف اسمها هنا رحمه سيد رمضان عبد القادر، برضه نفس المشكله. ومش عارفين ولا عارفين يلموا لها تبرع ولا عارفين يعملوا لها اي حاجه. بنتي زي القمر في، يعني لو شفتها. سنها قد ايه؟ سنها 11 سنه. 11 سنه طفله صغيره. طفله صغيره. بقى لها كام على المبلغ ده؟ هي بقى لها، هي عايزين بقى 100,000 منهم، 100,000. وهي ما معهمش، ما يحتكموش الا ياكل يوم بيوم. اهلها بيشتغلوا ايه؟ باباها سواق. يعني ده نموذج يا يوسف. نموذج حي اول ما، يعني اول ما بدانا نموذج حي. طفل عندها 11 سنه محتاجه عمليه زراعه كبد، وعند اسمها رحمه وما سيد رمضان احمد عبد القادر. رقم تليفونها كام؟ انا اديك رقم تليفوني انا. قولي الرقم اللي هيجيلك عليه. 0-11-4-316-48. قولي تاني. 0-11-4-316-48. يعني يا ريت، دي حاله مرضيه قدامنا لواحدة محتاجة تبرع عشان خاطر تعمل عملية زراعة كبد طفلة اسمها رحمة، طفلة جميلة عندها 11 سنة. تبرع مادي طبعا، يعني هو قصدي ان الموضوع ده غير الدولة هتدفعه. لا انا قصدي عشان كمان العملية بتحتاج تبرع بالكبد نفسه. الكبد مامتها متبرعة. يعني جايز دي بتبقى مشكلة تانية. يعني رحمة مشكلتها محلولة، عندها متبرع بالفص الكبد لكن ما عندهاش الفلوس. جايين لي ايه؟ تعملوا ايه؟ جاي تعملوا ايه؟ بنسلم عليك. جايين نشرب حاجه. بنصرفوا عليك؟ بنصرفي علاج ايه؟ بتاع فيروس سي. بنصرف ببلاش؟ ببلاش من هنا. اسمه ايه؟ شوفايزي؟ ايوه هو. جاب نتيجه معاكي؟ نحمد ربنا. كان مين تعبان عندك، انت ولا مين؟ انا اللي تعبان. طب الحمد لله. وانت جاي تعملي ايه؟ جايين برضه الفاير. جاي بتنور الشاي. جاي تعملي ايه؟ اخر شهر ليا بقى في 6 اشهر. جاي بعد 3 اشهر اخد العلاج. حقنة ايه؟ حقنة الفيروس. الفيروس، ربنا يشفيك يا رب ويرفع عنك. وحضرتك جاي تعملي ايه؟ حقن الفيروس. حقن الفيروس ايه؟ جاي تعملي هنا ايه؟ جاي اخد علاج فيروس ايه؟ فيروس ايه خدتيه؟ خدته بقالي 3 شهور. في اي مشاكل؟ بس هي الاجراءات بس. الاجراءات. بالنسبة بس لاجراءات التأمين الصحي، يعني بتاخد وقت كبير قوي. في موضوع ان انت تخش اجراءات تامين، ولو انت عامل تحاليل بره يقول لك لا احنا ما بنعترفش بالتحاليل دي، وياخد قصه طويله. يعني لازم نسهل شويه على الناس الاجراءات، ما ينفعش نعقد على الناس. بس انا بشوف الناس بتعاني من النقطه دي. استاذ يوسف، احنا هنبدا جولتنا في المعهد، هو منتظرنا كمان. يعني الحقيقه الاساتذه الكبار السيد دكتور محمد اسماعيل نائب المدير التنفيذي، اهلا دكتور محمد.
دكتور مجدي الصرفي. اهلا وسهلا دكتور مجدي عميد المعهد. يعني احنا اولا بنشكركم على ان كنتوا يعني تدونا فرصه يكون عندكم النهارده. ربكم نشكر استعمار برنامجك الكريم ده واللي بتعمله لاهالي مصر كلهم. نشكر يوسف ديل اللي هو احنا عارفين فعل الخير ما يسيبوش ابدا, وعارف ان هو دايما استاذ يوسف الشريف كان مصمم يعني يكون موجود تلبية لدعوتكم الكريمة. أنا عارف ما اتأخرش أبدا, وأنا سعيد إن أنتم الاثنين موجودين, يمكن ده يساعد في التخفيف عن معاناة المرضى في نهاية الأمر إن شاء الله. أنا بس هقول لك رقم قبل ما نخش عشان خاطر قدام الدكاترة, ده أنا جبته يعني وعرفته بحكم يعني عملي. ميزانية المعهد 4 مليون جنيه, والمفترض يبقى عندهم على الأقل 10 مليون جنيه. يعني محتاجين مبدئيا كده مجهود كبير إن شاء الله, محتاجين حماس يعني دايما فعل الخير يحب الحماس. هي بتجيبوا الفرق منين بقى يا دكتور؟ برضه يا اما اهل خير, تبرعات, نكلم الدوله, عايزين الدعم في النقطه دي بالذات يعني. لكن طبعا دايما بيبقى عندنا طموحات اكبر بكتير من اللي نقدر نحققها ان شاء الله. نبدا قبل احنا نتفضل. خدت العلاج 3 شهور. اه عندك ايه؟ فيروس سي. اه سلام الله يسلمك. وبعمل باجي هنا عليك. اعمل PCR بعمله بره ب 700 جنيه بعمله هنا مجاني. بتعمله تحليل على حسابكم بره؟ طب ليه يا دكتور بيعملوه بره تحليل على حسابكم؟ هو غالبا علشان لا PCR بيعملوه على حساب الدوله. لكن هم يمكن عشان يوفروا الوقت يسرعوا الاجراءات, لان في سرعه اكتر في الاجراءات لما انت تعمل التحليل على حسابك. يعني هنا طالب منك سيريوم كرياتينين سي بي سي, وظائف توتال بيليروبين سيريوم بيليروبين, يعني دي كلها حاجات خاصه ب بعملها بره. بتعمليها بره؟ صوره الدم ممكن تعمليها بره, لكن البي سي ار هنا بتعملها. ايوه يا سيدي. حضرتك انا داخل ليا سنتين. تعالى يا يوسف جنب. حضرتك انا داخل ليا سنتين رايح على القاهره الفاطميه. القاهره الفاطميه ما صرفتش حاجه. دلوقتي رحت عند دكتور خصوصي قال لي اوصف العلاج, كاتب لي العلاج على ان اجيبه على نفقه تاني. انا ما حلتش حاجه ومعايا عيال. انت عندك ايه؟ عندي فيروس سي مش عارف اتعالج منه ليه اكتر من 2011. طب ليه مش بس ده مش ممكن ياخد السفره دي من هنا؟ بس لازم يمشي الاجراء بتاعته. قرار علاج على نفق الدوله ما يقدرش يدفع العلاج ده لو اشتروه من بره مبالغ كبيره جدا. طب يروح لمين؟ كله 6 اشهر. هو ممكن يجي لنا هنا, بس هو برضه في عندنا قائمه انتظار للعلاج. نفس الحكايه يعني عندنا ما اقدرش دلوقتي اقدم اخد علاج دلوقتي حالا مش الدرجات. لا قائمة الانتظار دي راجعة لإيه؟ راجعة للدولة, لأن في طابور الناس تعالج عنها راجعة لأسباب كتير قوي. هل أنتم محتاجين تبرعات ده برضه لهذا الموضوع؟ التبرعات هتساعد بس مش هتحل كل يعني حاجة. أنتوا كنتوا دعيتوا قبل كده للمجتمع المدني يجتمع عشان السفال دي يتصرف من خلال المجتمع المدني مظبوط؟ طبعا. هل محتاجين هنا إن احنا نتبرع للمعهد عشان خاطر السفال دي يبقى نسرع إجراءات الصرف؟ أقول لحضرتك يعني بحاول أخليها أكثر وضوحا كده. دلوقتي العلاج اللي موجود في الوقت الحالي عايزين نديه للمرضى, زي مثلا الاستاذ باسكو دلوقتي ان هو ما فيش فيه انترفيرنس, عايزين نقلل الادويه اللي تعمل اعراض جانبيه وفي نفس الوقت تدي نتائج عاليه. مستنيين تقريبا العلاج المصري ان هو ينزل عشان نقلل التكاليف شويه. الوقت الحالي التكاليف دي كبيره قوي على الدوله. طبعا التبرعات هتساعد, بس ما التبرعات يعني المجتمع المدني هيقدر يضخ يعني مئات الملايين من الجنيهات؟ اشك. لو ده حصل كل ده هينتهي. عموما بس يا ريت نشوف حالته بعدين. طب يا فندم انا عايز اشتري بس ما يكونش. قول لي انت كان عمرك شفت حاله عندها فيروس سي وماتت قدامك نتيجه انه مش قادر يعمل عمليه؟ او شفت حاجه زي كده قدامك؟ والله لا, يعني فيروس سي بالذات لا, بس يعني طول عمري اعرف انه مرض صعب يعني ولازم نتعامل معاه بسرعه. اللي اعرفه انه في الفتره الاخيره بدا يبقى فيه استشفاء كامل من المرض نتيجه الدواء اللي موجود لو الدواء توفر. الحالات اللي بتتطور بعد كده بقى بتوصل لدرجه بقى التليف الشديد او كده بتحتاج بقى العمليه اللي احنا يعني اللي بتتعمل هنا دي الزرع يعني. بتفتكر المشكله اساسا في ان احنا بدانا متاخرين في العلاج, ولا ان احنا بنعالج لكن كل سنه عندنا برضو بنعالج ناس لكن في مرضى جداد نتيجه ان مفيش بروتكشنز مفيش عمليه وقايه؟ والله طبعا يعني فكره مثلا نقل الدم
بينقل فيروس سي اللي بي... الدكتور السنان جالي من الدكتور جالك من دكتور السنان فيروس سي جالك من ايه فيروس سي السنان جالك من ايه فيروس سي لا انا جالي من السنان من السنان يعني فيروس سي بيجي عن طريق التعقيم بتاع دكتور السنان بيجي عن طريق الحلاق مظبوط اي حاجه ظن شايف ان احنا محتاجين واحنا بندعو للتبرع للمعهد القومي للكبد انها ندعو كمان الناس انها تبدا تعمل نوع من الوقايه نفسها اكيد اكيد محتاجين برامج توعيه اكتر من انا اقول لهم طبعا حاجه زي كده مرض زي كده انت مشهور ومحبوب عند الناس كلها تسمعنا تقول لهم ايه اقول لهم طبعا لازم ياخدوا بالهم كويس قوي لازم يكون في حرص والوقايه طبعا من المرض ده يعني طبعا انا معلوماتي مش كبيره عن المرض ولكن اللي اعرفه انه بيتنقل عن طريق الدم فجايز يكون الحالات اللي هنا كمان فيها حالات كتير بتنتقل من دكاتره السنان من الحلاق طبعا يعني في حالات تانية كتير بتبقى في عندها مشاكل في استخدام بقى السرنجات مثلا مش نظيفه اي حاجه اظن الدم هتبقى سبب في نقل العدوى اهلا اتفضل انت حالتك ايه؟ لا الحمد لله نسبه الشفاء هنا سعادتك في المعهد اكتر من 90% انا هنا بقالي اكتر من 16 وخدت السفنجي اللي هو الكندي وما فيش بعد كده وخدمه الدكاتره والمرضى والموظفين يعني انت كان عندك ايه؟ كان عندك ايه؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ خلاص الحمد لله خفينا منه والحمد لله عملت عمليه ايه؟ مفيش عمليه عملت خدت علاج اه خدت علاج العلاج اللي هو السفاري وانت الحمد لله يعني تحاليلك كلها كويسه الحمد لله عسل مشكلتك ايه اتفضل انا راجل مش شغال وعلى طول كل شهر يقولوا لي هات تحليل من بره يعني قالت لي جايب التحليل النهارده ب 285 جنيه وانا ما بشتغلش وقبل كده الشهر اللي فات برضو ايه تحاليل اعملها من بره كده كده بتشتغل ايه؟ عامل عادي على والله وما اقدرش افضل تاخد كام في الشهر؟ انا دلوقتي حاليا ما بشتغلش بمشي بنهج شدري فيه ميه وفيه حتتيه وعندنا فيروس سي وكبد والفيروس خلصنا المرحلة بتاعت 3 شهور انت كنت ايه عندك ايه؟ فيروس سي جالك من ايه؟ من المية من البنهارس انا عايز يعني عايزك تقول للناس تخلي بالها ازاي ان ما يجيلهاش فيروس سي اولا لازم الانسان برضو يستعمل حاجة خاصة ليه زي ايه؟ قول كده زي ايه؟ الفوطة فرش السنان مكنة الحلاقة الحاجات دي فرش الشعر دي حاجة الحاجة التانية حضرتك احنا يعني خلاص احنا دلوقتي بقى عندنا وعي بس احنا هنا الناس هنا كتير والتعامل معانا مع الموظفين في شيء من المقدم يعني انا رايح دلوقتي ادي ورق التحليل روح اقعد هناك بعيد واحد عنده 60 سنه ما ينفعش طبعا انا جاي مستشفى حكومي في حق عليه عيب عيب دكاتره محترمين اداره كويسه في بعض الناس موجودين هنا في المعهد حضرتك لا يتحاسب اللي يغلط يتحاسب اللي يغلط يتحاسب عيب لكن احنا خدنا حقوقنا وخدنا على اجنحه والحمد لله ما حدش بيمن على حد اللي بيشتغل هنا بياخد مرتبه عشان يخدمنا شاعر كبير جمال بخيت ازيك يا جمال؟ اهلا وسهلا ازيك يا عمو بتعمل هنا ايه في معهد الكبد؟ انا بزور يعني حد مريض والحقيقه يعني انا المعهد على علاقه بيه من فتره ودايما انصح الناس انهم يجوا هنا وانصح من يريد ان يتبرع لهذا الصرح الطبي الهائل ده من اقدم الصروح الطبيه في مصر المعهد ده معمول من تقريبا سنه 32 ايام الملك فؤاد ايام الملك فؤاد واول فصيله دم تخش في مصر زي ما بيقولوا او فحص لفصائل الدم كان في هذا المكان كان طب البلاد الحر ثم تخصص في الكبد في الحقيقه اقسام مهمه لعلاج سرطان الكبد في قسم ابحاث يعني احنا لفت نظرنا انا والاستاذ يوسف ان النهارده اغلب المرضى اللي بيجوا لزراعه الكبد ما عندهمش القدره الماديه يدفعوا 60 و70 الف جنيه وان حالات الاف الحالات ما عندهاش قدره بتمشي يقول لك حرام ابيع اللي عندي او ينفع العيال وخلاص فقد الامل ف
فتقول ايه للمجتمع؟ انت راجل شاعر كبير عشان يساهم معانا في حملتنا انا ويوسف الشريف. انا الحقيقه هذه الحمله اولا يعني انا عرفت بيها دلوقتي حالا، يعني اشكركم عليها جدا جدا جدا. صوتي معاكم مهمة إنسانية أنتم بتقوموا بيها الحقيقة، يعني إعلامي رائع وفنان عظيم، مش غريب عليكم أنتم الاثنين اللي كنتم بهذه المهمة، وأنا اعتبروني يعني معاكم في هذه الحملة كل ما يمكن إن إحنا. طب أرجوك واجه الكاميرا هي كلم الناس يعني كلهم ادعوا لهم طبعا، ورقم الحساب معانا أستاذ جمال أهو برضه يا ريت تقوله، هنبقى شاكرين جدا لو سمحت أهو. يعني قول كلمة، قول قصيدة، قول اللي انت عايزه عشان تحث الناس والناس كلها بتحبك. يعني هو هقول خدوا بالكم دي مصر، خدوا بالكم دي مصر المنصورة، مش ايها مصر نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلامة مصر. هقول كمان مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم على الضر، مصر الامة الحرة الحية هي الجاية بامر الشعب. بس الشعب ده في جزء منه كلنا عارفين الظروف اللي مرت على هذا الشعب، الظروف الصعبة اللي أورثت هذا الشعب أمراض، كنا بنتأخر في حاجات كتير جدا، ولكن للأسف الشديد كانت لنا مواقع متقدمة في الفيروسات، في الفشل الكلوي، في الكبد. آن الأوان إن مصر تنتفض من أجل علاج أبنائها. ومن اعظم الحاجات اللي بتحصل في هذه الفتره، احنا كنا في ازمنه بتورثنا الامراض، النهارده احنا في ظل فتره بتحاول تعالج الشعب المصري، بتدخل السوفالدي، بتدخل الهارفولي، بتدخل يعني مش عارف الدكاتره يقولوا لي على اسماء اسماء كتيره جدا، وفي يعني حالة تكاتف الحقيقي مجتمعي. بقول للناس كل واحد فينا لابد أن يشارك في هذه المعركة، وبمنتهى الأمانة يعني خليني أقولها بوضوح أكثر، يعني أنا مع أن أنا التبرع اللي بتبرع بيه، يعني لأن بتيجي على بيجي علينا رمضان تهل علينا حملات رهيبة جدا للتبرع، أنا مع أن التبرع يبقى لجهة محددة بتأدي دور محدد. فكرة التبرعات المطلقة دي اللي ما احناش عارفين هي بتروح فين ولا بتيجي منين، لا هنا انا عارف الـ زي مشاريع صحية اخرى، يعني هنا انا عارف التبرع ده رايح فين وهيفيد مين وهيعمل ايه. رقم الحساب انا معلش الاضاءة جاية في عينيا، 8 على 8 7 2 3 6 4 5 0 على 9 على 9 البنك المركزي. البنك المركزي ارجو ان يعني ان شاء الله باذن واحد احد، الامل كبير في ربنا وفي القلوب الطيبه في الشعب المصري ان احنا نتبرع كلنا على هذا الحساب ان شاء الله. شاهدنا الكبير. وعلى فكره دورك. اقول لك على معلومه ان في تبرع هنا داخل المعهد، في يعني اللي عاوز يجي يجي يتبرع هنا على طول، يتبرع هنا داخل المعهد ان شاء الله باذن الله، وطبعا بياخد ايصال بقيمه التبرع. بشكرك يا استاذ جمال، ربنا يخليك. انا عاوزين نشوف شاهدنا كبير جمال بجد بجد ونشر. ربنا يقويك. اتفقنا والناس كلها بتحب حضرتك. الله يخليك. احترامي ليك. احترامي ليك. اتفضل. معلش عايز اسال دكتور مايكل سؤال بس. هو دكتور يعني بعد ما ناخد الصفالي ونصرف الفلوس اللي معانا وكده، يعني هل الفيروس بيرجع تاني بعد ما بنشفى منه او ايه؟ والمريض اللي عنده تليف ايه نسبه الدنيا بالنسبه له بتبقى ايه؟ بعد ما الشفاء يعني بعد 3 اشهر من نهايه العلاج الفيروس بيطلع نيجاتيف. عملته امتى؟ اثناء العلاج ولا بعد العلاج؟ خلاص يبقى كده مبروك. لا كده ان شاء الله ان شاء الله لما يجي. هو اللي عنده تليف نفس الحكايه، بس احتمال ان الواحد يخف وهو عنده تليف اقل شويه، بس ما دام عمل برضه التحليل بعد شهر او 3 اشهر من نهايه العلاج طلع سالب يبقى خلاص، سواء تليف او مرض. هو يمكن سؤاله مرتبط يا دكتور محمد بان في بعض الاراء طلعت مؤخرا بتقول ان السفالتي ما بيعملش النتائج الايجابيه المطلوبه منه. لا الكلام ده مرسل لان ما حدش طلع احصائيات، الاحصائيات الوحيده اللي طالعه ما هي من عندنا احنا من لجنه قوميه. يعني سؤال واضح كده، كم في الميه بنسبه كم في الميه الشفاء بالسفالتي؟ 90 80 100% 85% للعلاج الثلاثي، والعلاج اللي هو اصعب شويه هيبقى اقل شويه من كده اللي هو الثنائي للمرضى اللي هم التليف صعب شويه، هيبقى في حدود 75 80%.
يبدو الشواهد كده، لكن اللي طلع عندنا رقم 85%، اللي بقى يطلع 50 و60 و40 ده بصراحه مطلع من دماغه، ما عندناش دليل عليه. بيفرق المصنع عن المستورد في التأثير؟ لا ما عندناش الدليل ده خالص، لازم الناس تبقى عارفه المصري ده عشان يخش فيه اجراءات صيدليه بتتم له، وبعد ما بنستخدمه بنعمل عليه دراسات عشان نتاكد ان هو على نفس المستوى ده اللي احنا عاوزينه، فخلي الناس بقى تطمئن لحكايه المصري المستورد دي ونبطل. استاذ يوسف الشريف كان بيسالني دلوقتي على موضوع الموضوع اللي هو فكره ازاي نقي الناس. فكره الـ 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 الوقايه، يعني حضرتك تدينا نصايح ان احنا ازاي يعني من الاول كده نبقى واخدين بالنا بحيث ما يجيش الفيروس ده. هو زي ما هو معروف الفيروس ينتقل عن طريق الدم والدم فقط، يعني انا اتعرض لدم او مركباته ملوث بدم واحد عنده فيروس، اخدت حقنه غلط، عملت اسناني بماده ملوثه، عملت حلقت دقني بحاجه ملوثه، استخدمت موس ملوث، عملت عمليه، عملت اي تدخل جراحي او حتى مش جراحي زي الوشم مثلا او ثقب اذن او حاجه. الوشم ممكن يعمل فيروس، اي حاجه معها احتمال جرح ممكن تنقل فيروس. مفيش جرح مفيش فيروس، مفيش احتمال جرح احتمال جرح، حتى لو مشفتوش بعيني زي مثلا بحلق ممكن ما شفتش بعيني دم نزل بعض الاوقات، لكن لو الموس ملوث ممكن ينقل الفيروس، لكن ينقل بفوطه او مثلا باكل او بتاع لا ما ينقلش بطريقه اكل ملوث ما ينقلش كده. ايوه يا ستي تعالي تعالي خش. اتصلوا بيا علشان اخد العلاج بتاع الثلاثي بس انا لسه كشفه اول امبارح طلع عندي حاجه اسمها جرثومه حلزونيه، هل هينفع اخد العلاج مع الجرثومه دي؟ مش معارضين خالص، العلاج عادي خالص، وبعدين بعالج الجرثومه على مهلك او هنا بيعالجوك ببلاش ولا بفلوس؟ لا ببلاش، انا ببلاش ورق واتصلوا لو بفلوس قولي لي. لا اتصلوا بيا امبارح وجيت النهارده. الشكوى بتاعت الناس التحاليل اللي بيعملوها بره الدولة بتدعم بشكل تلقائي لأي واحد بياخد علاج على نفقة الدولة، بيعمل تحليل الـ PCR على نفقة الدولة، بيعمل أربع تحليل. طيب نتكلم عن المرضى بقى. جارس اتفضل. هنا اتعالجت لمدة 6 شهور وجايين بعد 3 شهور العلاج التحليل الأخير، هل في علاج تاني بعد؟ دكتور كان عندها إيه؟ كان الفيروس سي. فيروس سي واتعالجت، خدت العلاج من هنا؟ وخدت العلاج من هنا على نفقة الدولة. ببلاش على نفقة الدولة قدمنا وخدنا وخلصنا وقعدنا 3 شهور وجينا النهارده عشان نعمل التحليل الأخير، هل في متابعة بعد كده يا دكتور؟ هي في تليف ولا مفيش؟ في تليف، في متابعة بعد كده، متابعة تقليدية بقى خالص بس مش مفيهاش فيروس. هناخده برضه من هنا، من هنا حتى لو ليك علاج بعد ما خلصت الفيروس المفروض خلاص إن شاء الله برضه يطلع لك القرار العلاج بتاعك على الدولة عادي من هنا. الحمد لله على سلامتها وربنا يتم شفاها. اتفضل. ما فيش فيروس؟ هو في فيروس وما رضيش يدون علاج اهو. لا انت ما حللتش الفيروس البي سي ار نفسه نعرف الفيروس موجود حاليا ولا موجود سابقا، لا معناها انه موجود حاليا او سابقا، لازم نتاكد في تحليل بقى مؤكد ده لازم يتعمل لسه ما اتعملش. ترجع ينزل سياده المدير يشوف فيها فيروس ولا لا وتطلع لنا. انا رديت عليك اهو في اجسام الورقه بس لسه ناقص لك تحليل، هتعمل تحليل. ماشي يا اسمع الكلام وكاتب لك ورقه اهو نفذ. اتفضل 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 اسمك ايه؟ اسمي رزق فتاح. في ناس بتاخد كنا بناخد حقن اللي هي 48 حقنه مع الشام، في ناس بعد ما بتخلص ال 48 حقنه وتيجي تاخد التحليل بتاع 6 اشهر ده بيبص يلاقي الفيروس رجع تاني. ايه السبب؟ لا الفيروس ما يخفش عند كل الناس 100%، في نسبه من الناس ترجع عندها الفيروس، الحقن بتاع زمان اللي حضرتك بتتكلم عليها دي 48 حقنه نسبه الشفاء فيها حوالي 50% يعني يخف وما يرجعش تاني و 50% يرجع تاني زي اللي حضرتك وصفته. ده بقى بياخد رجع ياخد العلاج اللي جديد دلوقتي اللي هو الجديد اللي فيه الاقراص بتاعت الصغار دي وغيره وهكذا. ياخد الحقن الثاني ياخد العلاج الجديد ثاني؟ يعني يعمل تحاليل ثاني ويعمل تحاليل ثاني و يعمل تحاليل ثاني ويرجع عنده ثاني؟ التحاليل بقى من الاول. اولا انا عايز اطلب منك بس بحضور المرضى ان احنا التبرع، فقالت نقول رقم الحساب بعد اذنك. رقم الحساب البنك المركزي المصري من الشمال 8 على 872 3 6 على 450 على 9.
عايز اسالك انطباعك ايه يعني عن الحالات المرضيه وطرق العلاج، وان في عجز في التمويل؟ لما نقول ميزانيه المعهد المفروض تبقى 10 مليون، اللي بيخشوا 4 مليون، في 6 مليون جنيه ما بتصرفوش، معناها ان في مرضى كتير ما بيتعالجوش، وعندنا الاف الحالات بتموت نتيجه ما عندهاش القدره تدفع ثمن تكاليف زراعه الكبد. تقول للناس ايه؟ اقول للناس يعني هنا 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 فرصه كويسه قوي. احنا بنتعامل مع مرض صعب، بنتعامل كمان لما بتوصل لمرحله ان انا ما فيش قدامي غير ان ازرع، فبيبقى حاله المريض حرجه جدا، بيبقى يعيش يا يموت. انا معلش يعني انا كلمه تقيله، بس لازم الناس تبقى عامله حسابها على ده. الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى، بس لو الواحد ربنا انعم عليه بانه بقى سبب في شفاء مريض زي ده، فدي حاجه كبيره جدا جدا ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى. في الاخر انا جاي هنا والله، وحتى بقول لنفسي قبل اي حد ان ربنا مش محتاج لحد يعني، ولا محتاج قرش من حد. في الاخر دي الفرصه، والله فرصه ليك انت، وانت اللي تسعى لها، وانت اللي تجري وتحاول تساعد علشان تعود عليك انت بالخير. انما احنا هنا بنتعامل مع مرضى الظروف صعبه من جميع الجهات، جايز هنا الامل واللي جابنا النهارده ان في مكان بيتعمل فيه العمليه، في امكانيه طبيه، في مكان بيتهيألي ان يعني زمان كان الحلم ان انت تعمل عمليه هنا في مصر، لا العمليه بتتعمل دلوقتي في مصر. العائق الوحيد بيبقى ان انت مش قادر تدفع تكاليف العمليه، فهي حاجه تبقى محبطه قوي لو بعد كل ده مريض ياخد بعضه ويروح على بيته علشان يستنى قضاء ربنا. هل ممكن في يوم من الايام الدراما تحاكي الواقع؟ هل ممكن انت كفنان كبير وبتعمل اعمال كلها ليها رواج ونجاح كجماهير كبير، تفكر تعمل قصه حياه مريض، حياته اتغيرت نتيجه المرض كبد، وما اكثر عندنا نسبه كبيره جدا اكثر من 12 مليون واحد عندهم فيروس في مصر؟ طبعا يعني هي في الاخر يعني هل الواحد نحول الشخصيات دي لحم ودم الى واقع في الدراما؟ والله هل محتاجين ده عشان نخلي اكيد ممكن اكيد محتاجين. هي الفكره بدل كلها بدل الحملات اللي هي اعلانات الخيريه تبرعوا، فكره الدراما مش ممكن تكون اكثر تاثيرا لصناع الدراما؟ ممكن كلمه توجهها لهم ان هم يعبروا ازاي عن مشاكل نسبه كبيره من مرضى في مصر؟ والله كل حاجه وليها تاثيرها. طبعا الدراما ليها تاثيرها بشكل كبير جدا جدا جدا، ولما تكون معموله بطريقه صح وفيها هدف كويس بتوصل للناس اسرع واقوى. اتفضلي اتفضلي. العلاج نزل للكبد؟ نزل علاج الكبد. نزل ولا لسه؟ نزل. بس المفروض دلوقتي اتفضلي. يعني انا شوف الناس حتى ما تعرفش. ايوه يعني الست انت عندك، انت عيانه؟ ايوه انا عندي تليف وعندي الكبد وعندي البايظ. ده نزل علاج الكبد دي لازم تصرفيه. انا مقدم من 25/5 على علاج السفلى، ما فيش اي قالوا هنتصل عليه، ما جابش اي نتيجه، ما حدش اتصل اصلا، ما نزلش لا قرار ولا قال لي خلص ورق. كملي كلامك. لا انا قصدي بالاخر طبعا يعني هي الواحد النبي خليك معايا شويه يا رب. ايوه خليني يعني اصرفوا لي العلاج، انا تعبانه والله، عندي كذا حاجه في جسمي. يا دكتور يا رب يكفيك شر المرض. يا دكتور والنبي عايزين نصرف لي علاج، الله يخليك. طيب كملي يا استاذ يوسف. يعني طبعا حالات زي دي هي اللي تعمل حاله دراميه الناس تصدقها وكل حاجه، بس في الاخر المهم يكون هدفها واضح. ومهم يكون هدفها يؤثر. يعني لو الواحد بيعمل كل اعماله عشان في الاخر يطلع بنتيجه ايجابيه تفيد حاله واحده حقيقيه، يبقى يعني ممكن مسلسلك اللي جاي يكون في حاله واحد مريض عنده فيروس سي بي سي. والله اتمنى ان انا اعرف يعني اوصل ده. محتاجين سينما، محتاجين يعني محتاجين الدراما تلعب دور في ده، محتاجين الصناعه دي كلها انها متهمه احيانا الدراما انها بعيده شويه عن مشاكل الناس، وانت راجل اقرب واحد للناس في الفنانين. مظبوط يعني وجودنا هنا طبعا المشكله بتاعت هنا بالذات او غيرها محتاجه الدراما كلها او الدراما والسينما والصناعه دي كلها توظف في صالح الناس، الا في الاخر يبقى مالهاش لازمه. يعني لو هي وسيله ترفيه بس في وسائل ترفيه كتير جدا، انما هي لو بتفيد المجتمع واحد بيحس ان له دور بجد. يعني برضو لازم يبقى عندنا وقايه في المستشفيات، فكره نقل الدم ما تبقاش متاحه، ما تبقاش سهله. بسمع ان في مستشفيات المناظير بتاعتها بتنقل فيروس سي، بسمع ان في حلاقين بينقلوا فيروس سي،
بسمع ان في دكاتره اسنان بيقولوا فيروس سي، لازم الناس تفهم. خلي بالك اسال الحلاق الموز ده جديد ولا لا، لما تروح لدكتور سنان اساله عقمت المعدات ولا لا، لما تروح مستشفى اسالهم السرنجه دي نظيفه ولا في حد استعملها قبل ولا ايه. اه طبعا يعني طبعاً لازم فكر اجتماعي كامل. طبعا طبعا لازم، ده جزء من حل المشكله. يعني ولا احنا هنفضل طول عمرنا نعالج مرضى ويظهر عندنا مرضى جداد؟ لا لا مظبوط. والاهمال في ده مشكله كبيره جدا جدا وعواقبها بتبقى شديده. ايوه دلوقتي سيادتك انا بتعالج ادله السنه حوالي 4 اشهر هنا، عملت التحاليل على حسابه أيوه. كده والباقي على المستشفى، والمستشفى 100 والدكاتره 10 ايوه يا سيدي اتفضل. بص اتفضل يا بيه، خدت باخد انا الكبد وخدت الكبد على الاولانيه. انت عندك ايه يا بيه؟ انا عندي فارس سي بتعالج منه، وخدت الكبد على الاولانيه. عندك مشكله هنا في حاجه؟ اه الورم ده ما بينزلش، الورم ده ما بيتحسش وزادت. جالك من ايه فيروس سي؟ ما اعرفش والله، من حلاق. اه انا جالي من عند الحلاق، يعني انا كنت بقدم في الجيش فعرفت ان انا عندي فيروس سي. انا 5 سنة بجري على فيروس سي النهارده، صرفوا ال 25,000 جنيه. فالدكتور اللي انا متابع معاه قال لي بتصرف العلاج هنا بفلوس ولا ببلاش؟ لا ببلاش. ببلاش يعني اذا احنا حملتنا للتبرع للمعهد القومي للكبد في محلها. المعهد ده الجهه الوحيده اللي بتعالج جميع مرضى الكبد في مصر، هم يا جماعه بالملايين. وعندي احصائيات لو قلتها ممكن تشيب، لكن مش هقولها لان ارقام كبيره جدا. لكن لما يبقى عندنا الجهه الوحيده وعندها قصور في الميزانيه، ميزانيتها 4 مليون جنيه، 4 مليون جنيه يعملوا ايه المعهد الكبد اللي بيعالج كل مرضى الكبد ومحتاج قد كده؟ وزراعات الكبد 1% بس من اللي بيجي بيعمل عمليه زراعه الكبد، والباقي بيموت للاسف الشديد عشان ما عندوش القدره. ارجوكم تبرعوا لمعهد الكبد، دعوتي انا ويوسف الشريف. يعني حلو قوي ان الواحد برضو يبقى بيجتهد في انه يشوف المكان اللي هو رايح فيه الصدقه بتاعته او الزكاه بتاعته فين، ويبقى مكان موثوق فيه زي ده. فعلا بيصرف العلاج بالمجان للناس، فعلا بتعمل عمليات هنا لزراعه الكبد. ده اظن فرصه كويسه جدا، يعني 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 بيتهيألي ان الناس ما تستناش وتتكل على الله ان شاء الله. يا باشا يا باشا لو سمحت، غواص الشباب وبيضرب، وكل ما اروح مستشفى بيضرب ايه مخدرات؟ اه وكل ما اروح مستشفى يا باشا جاله فيروس، وكل ما اروح مستشفى يقولوا لي عايزين. يعني اذا ادمان المخدرات برضو ده موضوع خطير ويا ريت تتكلم فيه. انت برضو طرحته في اعمالك قبل كده. ادمان طبعا ادمان المخدرات بيتسبب في الفيروس برضو. انت جالك الفيروس من الادمان؟ من المخدرات. من المخدرات من الحقن يعني. بس انا عايز اسمع منك عشان الاستاذ يوسف يمكن انا يعني يمكن هو موجود وهو طرح الموضوع ده قبل كده. لسه دور يا استاذ. ضرب المخدر ضرب. هنشوف الدكتور حالا. دكتور محمد النبي لو ممكن بس شن الحاله، او دكتور محمد الحاله دي بس عندها مشكله. انا بس عايزك تقول لنا تجربتك عشان الشباب يسمعوه. اللي انت كنت بتضرب ايه؟ هيروين. هيروين. وبعدين ايه اللي حصل؟ الكوره جابتك فيروس سي. 70,000 جنيه قبل العمليه، يعني وصلت على قبل ما تعمل العمليه على طول. انت كنت يعني مستوي، ما كنتش مكمل. يعني حضرتك شايف الدكاتره هنا الخدمه الطبيه مستواها عالي عالي جدا جدا جدا. لما الدكتور بيقول ان بيجي له 20 حاله في الاسبوع، واحد او اثنين بس اللي بيقدر يعمل عمليه والباقي ما عندوش القدره الماديه انه يدفع، فبيروح منتظر الموت. ده كلهم يعني دول ذنبهم في رقبتنا احنا. يا ريت يكون في ناس قلبها كبير وواسع وتتحمل 20 مليون من الشعب المصري، ممكن 10 منهم يموتوا.